اليوم السابع على التوالي في ورشة تدريب الخاصة بالروبوت وإعداد الروبوت الخاص بالمدارس المشاركة في مسابقة الفيرست ليجو، والحين هيبدأ ينفذ بعض المهام اللي هو اتدرب عليها اللي هو مشعل. اشرح لنا مشعل. في هذه المهمة يقوم الروبوت بجلب الكرسي أو الطاولة الموجودة هنا اللي هي أمامه، عشان أصلحها وبعد كده أرجعها. طيب نفذ. طيب ايش الخطا يا مشعل؟ ما في مشكله، جرب تاني. في اتجاه ال ما في مشكله، الخطا وارد. اذا ما تعلمنا من الخطا يبقى ما لنا فايده. لازم تجرب مره واثنين وثلاثه لغايه ما تشوف الروبوت. ايوه كده. هو عمل ايه؟ كده سوى هذه المهمه. طيب ايه المهمه الثانيه اللي انت نفذتها؟ طبعا في المسابقه لازم تعمل ايه؟ هتشيل الازرع على طول وتركب. نعم الحين بركب طبعا. بتغير الدراع بس ولا بتعمل شيء ثاني؟ لا تغير دراع وتغير ملف الملف اللي انت حافظه للبرمجه. تمام. طبعا دي هتبقى جاهزه معاك في المسابقه. ابدا المسابقه. اشرح لنا المهمه. في المهمه هذه تكون اخر مهمه، هي قبلها مهمات بس وراها مش مهمه عشان الاخيره يعني. نعم نعم. يرمي الكرة على حبات البولينج اللي هي اللي موجودة هنا في آخر الطاولة. آخر مضماري. هذه آخر مهمة. تمام. بعدين بعد ما يضربها ما يرجع للقاعدة، لا عرفوا يطلع فين؟ على المنصة. بس تمام. المنصة ما كملناها. ما كملناها، المهم إن هو يطلع. تفضل. تمام. الله يعطيك العافيه. بس بيقف عند حته معينه ولا يطلع يمشي؟ يطلع ويقف يقف. بس المشكله عشان المنصه ما كملناها. طب كمل المنصه، لسه قدامنا وقت. لينا وقت معنا وقت ان شاء الله. عموما احنا كل يوم لازم نبقى في انجاز. احنا دلوقتي اللي حصل في المسابقه، تاجلت للاسبوع الخامس، فمعنى ذلك ان احنا قدامنا الاسبوع الثالث والاسبوع الرابع، اسبوعين كمان، الاسبوع ده والاسبوع القادم كمان. فادت لنا فرصه كتيره جدا ان احنا ننفذ الحاجه. هل ده في صالحنا؟ ايوه. ليه؟ في صالحنا عشان نتدرب عليها ونحفظها حفظ. تمام، يبقى كده تاجيل المسابقه جات في صالحنا. فاحنا دلوقتي وتعدل وركب المضمار وركب الجهاز ركب ونقدر نكمل بيت المهام. بس احنا عندنا مشاكل. حتى لو في مشاكل نقدر نشوف ايه اللي نتلافاها. لا ان شاء الله ان شاء الله الاداره بتقدم كل الدعم سواء من المدير او الوكيل، وان شاء الله احنا انا بتفاهم وياهم ان شاء الله حتى الاسبوع ده نكمل بنفس المضمار على الاقل الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله.